عارف في ناس يجمعوا أحجار كريمة، سيارات كلاسيك، paintings، نفس الشعور. أنا كأني يعني عندي collection من الـ أنا أسميها living art. اختصار انا اللي بسويه هنا بنتج طفرات جينيه نادره بركبهم على بعض عشان اطلع باشكال والوان لا يوجد منها على وجه الارض. من 30 سنه بدينا بواحد وبعد 30 سنه عندنا اكثر من 100. انا الحقيقه لا ما بتفق انه انا استغل الحيوانات هذه بطريقه ماديه اذا اضطر انه لقتل قتلهم لانه انا احبهم احياء. لانه اصلا انا ما عندي حل ثاني.